مرحبا بكم في عالم أبطال البيئة. اليوم سنتعلم كيف نصبح أبطالا بيئيين ونحافظ على مدينتنا. إعادة التدوير خطوة مهمة للحفاظ على مدينتنا وعالمنا. تبدأ رحلة إعادة التدوير من خلال جمع أصناف النفايات بشكل منفصل، وتعتبر هذه العملية التحدي الأكبر في إعادة التدوير. فما هي النفايات التي يجب فصلها؟ الورق والكرتون، البلاستيك، الزجاج، الألمنيوم والقصدير، المواد العضوية، الخشب، الزيوت المستعملة، البطاريات، المعدات الكهربائية، القطع الضخمة مثل الأثاث. والآن لنتعرف على كيفية إعادة تدوير بعض هذه المواد الأساسية. يتم إعادة تدوير الورق والكرتون من خلال تقطيعه ووضعه في وعاء مياه ساخن حتى يتحول إلى عجينة، حيث تساهم هذه المرحلة في فصل الألياف الموجودة في هذه المواد عن المواد الأخرى مثل الخيوط والبلاستيك والمعادن، والتي غالبا ما تكون ملتصقة في الورق. ومن ثم يتم وضع عجينة الورق الناتجة بعد الفصل على حزام ناقل مثل الشبك لضغطها عبر المكابس الثقيلة من أجل عمل منتج معاد تدويره مثل علب التغليف الكرتونية، بينما يتم إعادة تدوير الزجاج من خلال تنظيفه وإزالة كافة العناصر الغير زجاجية عنه مثل الملصقات والأغطية. ثم يتم تكسير الزجاج إلى جزيئات صغيرة ليتم صهرها والحصول على كتلة سائلة من الزجاج لإعادة التشكيل إلى منتجات زجاجية جديدة. بالإضافة لوجود العديد من النفايات التي يمكن إعادة تدويرها بطرق مختلفة مثل البلاستيك والزيوت المستعملة والبطاريات والمعادن، كل واحد منا يعتبر لاعبا مهما في التقليل من إنتاج النفايات والمساهمة في عملية إعادة التدوير وإعادة استخدام المواد وإنتاج الطاقة. كل واحد منا هو أحد أبطال البيئة.